نود أن نتحدث بداية عن حملة كل العيون على رفح، هكذا حملات برأيك حملات تضامنية بماذا ستسهم؟ وأيضا هل لديك لربما تقييم حول سياسة، لربما دعنا نسميها سياسة التفاعل مع القضية الفلسطينية؟ الواضح أن كل حملة مهما صغرت أو كبرت هي تصب في خدمة القضية الفلسطينية، سواء بالشكل الآني من الخدمات المقدمة ولو كانت بسيطة، أو في الشكل الاستراتيجي وهو تراكم حالة الدعم الإنساني والقانوني والأخلاقي للقضية الفلسطينية في الوقت الذي الإسرائيلي يحاول قدر المستطاع أن يطمس هذه القضية. واليوم كل هذه الحملات مهمة، كل شيء يقدم لقطاع غزة مهما كان فهو مهم وهو يصب في الاستراتيجية التي تحدثنا عنها. أما على مسألة الحالة العالمية وحالة التضامن مع فلسطين، فالواضح أننا أمام تصاعد تفاعلي لم يقتصر فقط على صعيد إنساني وشعبي، بل الأمور تعدت إلى الملف الذي يطمح إليه الفلسطيني وهو الشرعية والقانون والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67. هذا ما كان لدى إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا، وهذا ما سيأتي لدول أخرى يضاف إلى دول سابقة. كل هذا يعتبر لدى الفلسطينيين مضمون طوفان الأقصى، لأن طوفان الأقصى الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية لم يكن عبثا، نعم، وهو جاء وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة وكثير من زعماء العالم، هذا الطوفان لم يأتي يوم 7 أكتوبر، هو جاء نتيجة تراكم أحداث مارستها إسرائيل. اليوم هذه الثمار السياسية وإن كانت في بعضها بطيئة وإن كانت في بعضها جامدة وإن كانت في بعضها محدودة، إلا أنها تراكمية، وطول أمد الحرب الذي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة يعطي مزيداً من العزلة لإسرائيل وفقدانها لأوراقها القوية التي كانت معها، سواء السياسية أو الدبلوماسية أو حتى الإنسانية وحتى الإعلامية، التي كلكم رأيتم كيف فضح المشهد الإعلامي الإسرائيلي. وأيضا على الطرف الآخر يعطي قوة للقضية الفلسطينية وانفتاح على العالم، حتى باتت القضية في أروقة الجامعات الأمريكية والبرلمانات الدول وحتى في ضمير كل إنسان عالمي يطمح إلى أن يكون هناك استقلال واستقرار في منطقة الشرق الأوسط.